احداث كثيره بتشغل الراي العام ما بين انتخابات رئاسيه وعدد كبير جدا من المرشحين للرئاسه، ويا ترى يا هل ترى مين اللي هيقدر يوصل للسباق النهائي اذا كانوا 5 10 20؟ ايه اللي هيحصل؟ برامجهم عامله ازاي؟ في ناس كتير لسه لم تعلن عن برنامجها الاقتصادي. صندوق النقد الدولي في مقترح ان احنا ناخد منه قرض، ما بين مؤيدين وما بين معارضين وبين احنا بنزود الدين اللي علينا ونعمل كده ولا ما نعملش كده. الصلح او المصالحه او الاتفاقيه او الديل المطروح انه يتعمل ما بين سجناء ترى، ناخد فلوسهم ويروحوا لحال سبيلهم. وعايز اعترف انه ركبت مع كذا سواق تاكسي يقول لي يا استاذه ما اللي يجي منهم بقى ويروحوا بقى يمشوا بره البلد ونخلص ونعمل يعني نرتاح والبلطجه تقل وبقى خلاص مفهوم انه سجن ترى هو المسؤول عن كل اعمال الشغب اللي بتحصل في البلد. خلونا كده نتكلم بالراحه عن كل هذه التفاصيل من ضيفنا اللي بيشرفنا في الاستوديو، الخبير الاقتصادي دكتور عبد الخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه. نهارك سعيد يا دكتور. صباح الخير، اهلا. دكتور، خليني ابتدي كده بالخبر اللي سمعناه وما كناش فاهمين مدى صحته، بس فعليا الراي العام بقى حاسس ان ده المخرج للعنف اللي بنشوفه في الشوارع، انه سجناء ترى لو فعلا عملنا معاهم مصالحه ناخد الاموال المنهوبه، خاصه اللي ايديهم مش ملوثه بالدماء، لانه برضو احنا بشكل شعبي التار موجود، يعني من قتل يقتل ولو بعد حين. فكل الجزء الفساد السياسي او نهب الاموال ما عندناش مانع خالص، او الناس معظمها يعني ناخد فلوسهم ويمشوا. اولا الحقيقه انه دي طبخه مسمومه من اللحظه الاولى لعده اسباب. السبب الاول اخلاقي، انه ملايين الشباب وملايين المواطنين اللي خرجوا في ثوره 25 يناير ما كانوش بصدد طار مع النظام ولا كانوا بصدد اموال فقط، لكن كانوا عندهم طموح لبناء دولة قايمة على أساس القانون، وأنه ما فيش حد يعلو على القانون. فكرة المصالحة في حد ذاتها وعفى الله عما سلف هي في جوهرها بنت النظم المتخلفة اللي موجودة في بعض دول المنطقة بصفة خاصة في منطقة الخليج. العفو العام، منطق العفو العام اللي بيأتي من مش بنت منطق الدولة الحديثة اللي لا يعلوها القانون. من ارتكب خطأ لابد أن يحاسب ولو بعد سنوات طويلة، فده من الناحية الأخلاقية لا يجوز. من الناحية بقى المالية والاقتصادية هي طبخة مسمومة، لأنها الحقيقة خديعة كبرى، لأنه حجم الثروات الحقيقية لهؤلاء تتجاوز أي حد ممكن يتصوره، وكل الاتفاقيات أو الكلام اللي بيدور حوالين تسوية من هذا النوع هو ما جرى كشفه فقط، وهو لا يعادل أكثر من 10 إلى 15% من حجم ثرواتهم الحقيقية اللي موجودة في الخارج، وهي أصبحت مكشوفة لأجهزة الرقابة وجهاز الكسب غير المشروع، وبالتالي التفاوض بيدور على ما هو معلن، فتات هذه الثروات. وبالتالي هذا النوع من التسويات هو ضار جدا بالاقتصاد المصري، ولا يضمن على الإطلاق أنه تنتهي هذه الصفحة، وأن هؤلاء لن يستمروا في ممارسة كل أشكال تمويل الأنشطة الإرهابية والبلطجة و يعني إدارة عمليات اضطرابات واسعة داخل المجتمع المصري. خروجهم بهذا الشكل تمثل سابقة إضافية لكل من عنده طموح أو عنده مشروع إجرامي في مزيد من السرقة والنهب للمال العام، وعبقى عنده تصور في المستقبل انه ممكن يعمل تسويه من هذا النوع ويتنازل عن جزء من ثروته ويهرب بالباقي، وبالتالي ده ما يبنيش دوله الحقيقه، دوله قانون ولا دوله بنتمناها كلنا. ومات في سبيلها اغلى شباب مصر خلال الثوره المصريه. بس اعضاء مجلس الشعب في جزء منهم وقعوا على الموافقه بحاجه شبه كده، يعني هم ما عندهمش مانع انه يحصل ده، وده مخزن لكثير من الناس في اداء برلمان الثوره. يعني هم لو عملوا كده، اولا الكلام حوالين انه برلمان الثوره محل شك، لانه الثوره كانت في الشارع وكان الجزء الاكبر من هؤلاء مش مشارك في الثوره، والجزء اللي شارك في اول بعد يوم 11 على طول بدا في عمليه تسويات مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه، تسويات الحقيقه على حساب الثوره. اتنين، انه من وقع على مثل هذه التسويه او الافكار اللي بتدور حوالين التسويه، لانها لن تمر الحقيقه، لن تمر، هو بيتحمل أخلاقيا وبيتحمل سياسيا وبيتحمل تاريخيا وزر هذا التوقيع. يعني اللي يتصور انها مجرد توقيع على ورقة هيتحاكم في يوم من الأيام، سواء محاكمته كانت هتبقى محاكمة سياسية او محاكمة أخلاقية للشعب المصري، لانه هذا النوع من التسويات هي تسويات ضارة جدا
بالمجتمع المصري وبمستقبل المجتمع المصري. طب بعيدا عن الشق الاخلاقي يا دكتور، يعني حضرتك كخبير اقتصادي، هل هناك طريقه اللي تخلينا نعمل، مع اننا عندنا شك في كل اي لجنه، يعني كلمه لجنه دي بقت بتصيب الشعب بالتوتر، ولكن نفترض يعني انه هل ممكن يتم تكوين لجنه معينه اللي من شانها انها تعمل تقييم حقيقي لممتلكات هؤلاء الافراد؟ هل ده وارد اقتصاديا يعني طبعًا. ممكن يتم طبعا حاجة؟ وعايز اقول لك انه اولا المسار اللي اتخذته الحكومات اللي بعد 11 فبراير مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه ما يوصلش للنتيجه اللي بيطمح اليها الشعب المصري في استرداد هذه الاموال. المسار الطبيعي ما كانش يترك لجهاز النائب العام، لانه غير انه نحن في شكوك قديمه تجاه اداء جهاز النيابه العامه والنائب العام في قضايا مماثله وبلاغات قبل كده في ظل وجود حسني مبارك وجماعته، لكن على الاقل هو حجم البلاغات وحجم وقائع الفساد كبيره جدا ينوء بحملها اي جهاز للنيابه العامه. فالمسار الصحيح كان يتم كالتالي: واحد، انه يناط للجهاز المركزي للمحاسبات تحديدا بمعاونه الاجهزه التحريات، اجهزه الرقابه الاضافيه زي مباحث الاموال العامه والرقابه الاداريه بعد تطهير طبعا الرقابه الاداريه لان فيها مشاكل كتيره، لكن يناط الى الجهاز المركزي للمحاسبات وخبرائه وهم حوالي 8000 كادر محاسبي على مستوى عالي جدا، تلقي هذه البلاغات وفحصها والاتيان بالمستندات المتعلقة بهذه الجرائم. وقتها يبقى عندنا ملفات كاملة تحال النيابة العامة وباعتبارها هي الأمينة على الدعوة العمومية بترفعها أمام المحاكم، وبالتالي يبقى عندنا قضايا قوية نأخذ عليها أحكام. وكنا زماننا دلوقتي في خلال السنة الماضية دي خدنا عشرات الأحكام على هؤلاء. بعد الحصول على هذه الأحكام يتم إدارة معركة متعددة المستويات على المستوى الدولي، معركة فيها البعد السياسي والدبلوماسي واستخدام ثقل مصر في الموضوع والتلويح لأي دولة أنها هتعرقل استرداد أموالنا المنهوبة سوف تدفع ثمنا من مصالحها قاسيا، سواء كانت إنجلترا، الولايات المتحدة، أي دولة في دول الاتحاد الأوروبي، ده كان المفروض يتم التلويح بيه. اثنين، على المستوى القانوني والقضائي كان المفروض أنه باستخدام المظلة الدولية اللي هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية الأوروبية الموقعة بين دول الاتحاد الأوروبي سنة 97 لمكافحة الرشوة والفساد، نخطرهم بهذه الأحكام وندير معركة قضائية قانونية مع الجهات القضائية من أجل استرداد هذه الأموال. ده مسار تاني. المسار الثالث مسار شعبي. إن عندنا عشرات الآلاف من الشباب دلوقتي عندهم نشاط عالي جدا في موضوع الفيسبوك والتويتر وكذا، يستطيعوا انه يشكلونا مع حلفائنا، اذا قلنا بالمعنى ده حلفائنا من شباب القوى الديمقراطيه في هذه المجتمعات، بؤر ضغط وجماعات ضغط للمطالبه بحقوقنا المشروعه المتعلقه بهذه الاموال. وهذه الجماعات سواء في انجلترا او في غيرها تصبح سند وداعم لمطالبنا وتشكل قوة ضغط على حكوماتها من أجل استرداد هذه الأموال. وضوح الرؤية للأسف الشديد لم يكن واضحا لدى متخذ القرار من اللحظة الأولى. هذه المعركة لا تدار قانونيا فقط ولا تدار قضائيا فقط، البعد السياسي واضح جدا. إيران لم تسترد أموالها بكلام قضائي، استردته بمواقف سياسية صارمة، ومصر لها موقع إضافي يستفيد عن إيران كمان، لأنه أي تلويح بتموضع استراتيجي جديد لمصر في معادلات القوى في الإقليم خلاص. يعني أنه كل هؤلاء الدول سوف يأتون إلينا زاحفين، لأنه ده يشكل تغيير كامل في كل موازين القوى في المنطقة. حضرتك قلت طرح من كذا نقطة وقد إيه بسيط وقد إيه بالنسبة لنا يعني منطقي يعني، بس حضرتك قبل كل طرح قلت كان لازم، كان المفروض، كان لابد، يا ريت حصل، يا ريت مكان، وفي النص قلت غياب الرؤية، سميناه بقى غياب رؤية ولا غياب الجملة اللي إحنا برضو مش فاهمينها، فكرة الإرادة السياسية. في كل الأحوال إحنا دلوقتي واقعين في حيص بيس، ولا عارفين ناخد فلوس من حد، ولا عارفين نعمل أي حاجة، وده مش متوقع إنه يحصل مع كل هذا التأخر، صح؟ أنا عايز أقول لك إنه وضوح الرؤية لصانع القرار بيديله قوة اللي احنا بنقول عليها الإرادة السياسية، توافر الإرادة السياسية. لكن غياب الرؤية أولا بيخليه محتاس زي ما شفنا قبل كده رئيس الوزراء السابق، ولا هي كانت رؤية أخرى بس، ولا هي غياب رؤية، ولا هي كانت رؤية أخرى. لا لا لا، جزء من الموضوع أنا مش هقدر أشكك مثلا في نوايا واحد زي عصام شرف، لكن أقدر أقول إنه عديم الخبرة وعديم الرؤية في هذا الموضوع للأسف الشديد، وما اتعلمش من اللي حواليه أو ما طلبش خبرة منظمة ومجمعة. لكن في كل الأحوال ما أقدرش أقول أنه ما كانش نفسه أن الفلوس دي ترجع، لكن هو غياب الرؤية السياسية والاستراتيجية تجاه طبيعة المشكلات اللي بتواجه فيها الدولة المصرية من ناحية، نمرة اتنين
انه كمان نمط تحيزات اجتماعيه لدى من يسمون صناع القرار، لانه الوزراء اللي جم في صحبه الاول او اللي جايين في صحبه الثاني معظمهم على صله، معظمهم كانوا على صله بالنظام السابق، تحيزاتهم الاجتماعيه والسياسيه معاديه في الجوهر والعمق لفكره الثوره وفكره التمرد الاجتماعي. وبالتالي المجلس الاعلى للقوات المسلحه هو بطبيعته والمؤسسه نفسها بطبيعتها هي طبيعه محافظه، هي مؤسسه حفظ امن وليست قوه ثوريه، وبالتالي كل هذه العناصر شكلت حاله من حالات الارتباك، ثم حاله من حالات الجمود، ثم حاله من حالات بعد شويه لقينا التواطؤات بتتم على الارض ما بين النظام السابق وما بين بقاياه في الحكم والاداره حتى الان. ده في كل الاحوال محتاج حكومه وطنيه بجد عندها وضوح رؤيه، مش وضوح رؤيه لذاتها، هي وضوح رؤيه في ورشه عمل جماعيه يحددوا الموقف ثم يعرضوه على الراي العام، فالراي العام يبقى مطمئن انه اللي بيقود الحكومه اللي بيقود السفينه فاهم، عارف هو هيعمل ايه، هيعمله امتى، وهيكلفنا ايه. العناصر دي كلها بتعمل جسور من الثقه والموده ما بين الشعب وما بين قيادته، وبالتالي ممكن الشعب يصبر بقى على بعض الحاجات، لا استنوا، طب استنونا كام شهر دول وهنعمل، هيعرفوا ان الناس دول اولا صادقين، نمره اتنين فاهمين، وبالتالي ممكن الناس تتحمل الى حد ما. طبعا واحنا بنتكلم على استرداد الاموال جزء من رغبه الشعب في انه نسترد الاموال انه تتحل الازمه اللي عاملين بنسمع عنها، عندنا ازمه اقتصاديه والاقتصاد بينهار واحنا هنفلس وهنشحت وثوره الجياع جايه. وطبعا مش هقدر ابقى قاعده مع حضرتك من غير ما اتكلم على بشكل سريع الوضع الاقتصادي المصري عامل ازاي. الوضع الاقتصادي المصري الحقيقه بيمر بصعوبات لكنه مش مستحيل. احنا عندنا قدرات اقتصاديه كامنه، بوضوح لدينا قدرات اقتصاديه كامنه. كامنه يعني ايه كامنه؟ كامنه يعني موجوده لكن لا تستغل؟ يا اما ما بتستغلش يا اما صانع القرار مش عارفها ومش عارف يتصرف غير مكتشف فيها. حدي مثل، احنا فضل. لسه كنت امبارح في احدى البرامج بتكلم حول موضوع الصناديق الخاصه والحسابات الخاصه، دي فيها ما لا يقل اللي معلن حتى الان 36 مليار جنيه فائض موجود، وفي تقديري انا مع الحسابات اللي موجوده في الملك التجاريه تصل الى 100 مليار جنيه يرتبكوا، وكل يوم والتاني يطلع وزير الماليه والدكتوره فايزه منجا ده يقول تصريح وده يقول تصريح، يعكس عدم وضوح رؤيه، تخبط، وبالتالي بيضيعوا علينا فرصه لانه بيجري استنزاف هذه الفوائد دلوقتي من اجل تصفير هذه الحسابات من خلال مكافئات تصرف، شراء اي اشياء، عمل عقود لاشخاص يعني عاطلين وممكن يبقوا مبلطجيه على حساب هذه الصناديق، وبالتالي هيحطونا في موقف حرج جدا. ال 100 مليار كانوا ممكن فورا يضموا للخزانه العامه وبالتالي يخفضونا العجز في الموازنه العامه اللي عمالين يتكلموا عنه وقلبين دماغنا بيه اللي هو ال 150 مليار، يخفضوها بمقدار 100 مليار جنيه على الاقل. ده محتاج قرار جريء تاني، نفس فكره القرار والاراده ووضوح الرؤيه ووضوح رؤيه، لكن لما تتساب الامور بهذا الشكل بيحصل عمليات تبديد واهدار للفرص و يبقى فاتورة بالنسبة لنا أصعب. اتنين، لغاية دلوقتي بقالنا شهر، آسف بقالنا سنة، كل الناس في العالم كله من أول البهاماس لغاية تنجانيقة عرفوا إنه الغاز الطبيعي المصري كان بيتباع بخمس سعره لسبع دول، مش إسرائيل بس يعني لسبع دول بخمس سعره عالمي، لأنه كان في ريشة وعمولات وقيادات فاسده في قطاع البترول ورئيس جمهوريه فاسد وابنائه وحسين سالم، كل الناس عرفت. حصل في ايه في الملف ده؟ ولا حاجه. ليه؟ لان دول لا عندهم وضوح رؤيه ولا عندهم اراده سياسيه. ده بقى مش وضوح رؤيه بقى، ما هي الرؤيه واضحه اهي، وده حضرتك قلت العالم كله اصغر عيل في الشارع لو وقفت اقول لك يا عم الغاز لاسرائيل ايه، هقول لك ببلاش. حتى على المستوى الوظيفي، يعني انا لو رئيس وزاره عايز بس انجح، يعني على المستوى الشخصي الضيق اعمل حاجه علشان الشخص يعني مثلا اعمل، لكن انه ما اعملش لا، فعلا يعني في حاله من حالات التواطؤ الشديد جدا. الملف ده لو قدرناه بصوره جيده وبرضه قلت في عده مرات نديره ازاي، واحد اتنين تلاته في اجراءات، ممكن فورا كان زماننا خلال السنه دي عدلنا معظم اسعار الاتفاقيات اللي تمت مع السبع دول، وبقى عندنا وفر اضافي للخزانه العامه ما يقلش عن 3 إلى 5 مليار دولار سنويا في السنه، في السنه، ولا كنا احتاجنا صندوق النقد الدولي ولا نشحت عند السعودية ولا نشحت عند إمارات الخليج ولا أي حاجة من الكلام ده. مصر أغلى وأعلى من المستوى ده، لكن للأسف مستوى السياسيين اللي بيديروها مستواهم أقل كتير من اللحظة. طبعا محتاجة أتكلم على الجزء الاقتصادي باستفاضة مع حضرتك، وده هنعمله في مرة تانية، بس سريعا عشان وقتنا بيخلص. دكتور عبد الخالق،
مرشحين لرئاسة أكم ومش عارفين مين اللي هيوصل لغاية النهائيات. ومش هدخل في تفاصيل الإجراءات وليه العدد ده وكل ده، بس أنا عايز أعرف من وجهة نظر حضرتك، من ما هو معلن حتى الآن، البرامج الاقتصادية حضرتك شايف أيهم، يعني من البرامج المطروحة حتى الآن مين الأقرب، مين طيب. اللي أنجح مين طيب. أنا عايز أقول لك بس الأول ما يزعجناش هذا الطموح الإنساني ل 900 شخص. أنا عايز أرشح نفسي أنا كمان، فاضل أنا تقريبا في الشعب المصري حقك. يعني حقك وأنت تاخدي أصوات. فدي نمرة واحد، ده طموح إنساني. بعضهم طبعا بدوافع ذاتية عايز يظهر وكذا، وده موجود في كل المجتمعات. وبعضهم الآخر عنده رغبة في الخدمة فعلا، لكن ربما أدواته ووسائله قاصرة عن إنها تحقق الهدف. لكن في كل الأحوال احنا عندنا حوالي 15 ل 20 شخص هم اللي في النهايه هيرس عليهم الابرز واللي هيرس عليهم السباق. احنا داعيين في مركز النيل للدراسات، احتضننا جهد منظم بقالنا شهرين لما يسمى فريق رئاسي قوي. مش بس رئيس، عندنا فريق رئاسي قوي هنعلن عنه في الوقت المناسب خلال اسبوع. يعني ايه فريق رئاسي؟ فريق رئاسي يعني رئيس واثنين نواب، وهيبقى فيه مفاجاه في هذا المجال. انا اظن ان الشعب المصري هيسعد جدا بهذا. احنا سامعين نميمه يعني عامه على الموضوع بقالنا شويه، ما اعرفش، مش دعوه، مش انا مش هحكم على كلنا سامعين تحالفات ما بين مجموعه من اثنين، يعني اللي انا عارفه اثنين يعني من المرشحين للرئاسه. لا، وفي مفاجاه ثالثه بيتم التجهيز لها. وبالتالي الفريق الرئاسي ده هو رئيس ونائبين وبرنامج. وعودة بقى الموضوع برنامجك، أنا تقريبا ساهمت على الأقل في صياغة الجزء الاقتصادي لبرنامج أحد المرشحين الرئاسيين. تمام. وأنا أظن أنه مش بس الجزء الاقتصادي، لكن برنامجه العام هذا المرشح يكاد يكون لو أتيحت له فرصة للتنفيذ أنه ينقل مصر خلال 8 سنوات نقلة ضخمة جدا. 8 لأنه البرنامج طموح، آلياته موجودة، ووسائل تمويله كمان محددة بشكل كبير، وبالتالي عنده فرصة. أنا طبعا في مرشحين آخرين ممكن يكون عندهم، يعني أنا أظن الدكتور عبد المنعم مثلا ممكن يكون عنده فريق عمل له برنامج. أنا ما شفتوش الحقيقة، ما أقدرش يعني أجزم بيه. لكن في كل الأحوال المرشحين الجادين، وهم لن يزيدوا عن 3 أو 4 من وجهة نزرك مين يعني ممكن نقول اسامي لو 3 4 ده مش رشح حد بعيد. احنا عندنا الدكتور عبد المنعم والفتوح، عندنا حمدين صباحي عنده برنامج هايل الحقيقه. انا ما شفتش برنامج الدكتور عبد الله الاشعل، لكن في اخرين بيحاولوا يعملوا صياغات برنامجيه مش برنامج. يعني المهندس حسين عبد الهادي اكيد بيعمل، وهو رجل محترم بيعمل، بيحاول يجتهد، لكن برنامج متكامل لمشروع رئاسي ينقل البلد دي من وضع سيء الى وضع انطلاق اقتصادي، انا اظن انه برنامج حمدين في هذا المجال في غايه الاكتمال. دكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي ومدير مركز نيل للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه، شكرا جزيلا لوجودك معانا النهارده، وهعتبر ان ده بس بدايه لقاءاتنا، وهنتقابل قريب تاني عشان نتكلم اكتر مع حضرتك. ميرسي يا دكتور. شكرا، الله يخليك. لسه مكملين فقراتنا، والفقره اللي جايه هتبقى عن العالم العربي بشكل عام، الوضع في سوريا، لان في قمه عربيه بعتقد مهم ان احنا نتكلم عنها ونعرف ايه اهم الحاجات المطروحه على اجندتها. بس خلينا نشوف التقرير اللي جاي، والتقرير اللي جاي بقى تقرير طبي. استنونا بعد الفاصل.